السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد واليوم ال 17 في عمر دوره التسمين بتاعتنا، وعندنا حاجه مهمه النهارده هنحطها على الميه علشان نعدي اي مشاكل في دوره التسمين بتاعتنا. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا فيكم نصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوها في التعليقات بايديكم وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. زي ما حضراتكم شايفين، بصوا الطاقه والنشاط اللي في المكان. بصوا يا جماعه شايفين الحاجات الصغيره دي، انا بحب اوريها لحضراتكم ليه؟ لانها حاجات مهمه قوي ان هي تطلع معاكم دوره تسمين ولا غلطه. لو ملاحظين معانا النهارده زي ما انتم شايفين كده حاطين حاجه في الميه، حاطين النهارده غسيل كلوي، وده حاجه من الحاجات المهمه قوي ان انتم تستخدموها في دوره التسمين بتاعتكم. طيب النهارده اليوم ال 17 الصبح يا جماعه، الوقت الساعه 10 الصبح. طيب طبعا خليكم معانا لنهايه الحلقه، هنوزن ونشوف الاوزان دي على الطبيعه النهارده في اليوم ال 17 الصبح. ولكن بصوا معانا هنا كده شايفين، يعني ما فيش عندنا تفاوت اوزان يا جماعه ما شاء الله. بصوا شايفين اهو، انا بحب اوريكم التفصيلات دي ليه؟ لانها مهمه قوي يا جماعه. طيب النهارده حاطين غسيل كلوي في الميه زي ما انتم شايفين كده، ودي حاجه مهمه قوي ان انتم تشتغلوا بيها في دوره التسمين بتاعتكم. حاجة مهمة قوي هنتكلم عليها برضو يا جماعة، وهي درجات الحرارة. اخواتنا اللي بيقولوا احنا مش بنستخدم اللمض الحمراء او مش بنستخدم حرارة، انتوا حرين يا جماعة هترجعوا تزعلوا تاني من المشاكل اللي انتوا هتقابلوها في دورة التسمين بتاعتكم، لان درجات الحرارة مهمة قوي. حضراتكم بتعملوا غلطات كبيرة قوي بتكلموني عليها، وهي ان انتوا بتطفوا الحرارة، وعلشان تحتفظوا بدرجة حرارة مظبوطة تكتموا المكان يا جماعة، وتكتيم المكان ده بيعمل مشاكل كتير جدا، بيعمل نافق، بيعمل اسهالات، بيعمل كوكسيديا، كوليستريديا، بصوا بيعمل مشاكل كتير جدا. عدم التهوية يا جماعة من الحاجات ومن الأخطاء الشائعة اللي كلكم بتقعوا فيها. يا جماعة هووا المكان واظبطوا درجات الحرارة ونظفوا الفرشة، خلوها دايما نظيفة، هتشوفوا المنظر ده عند حضراتكم. بصوا يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا احنا بالنهار اليوم ال 17 الصبح يا جماعة الساعة 10 الوقت. طيب فيه لمض هنا مطفينها ولمض تانية سايبينها ليه؟ علشان نحافظ على درجة الحرارة تبقى مظبوطة، كمان عاملين تهوية جيدة. بصوا هتلاقوا الكتاكيت بتجري وبتتحرك في المكان بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. مهم قوي نظافة الفرشة، مهم قوي التهوية يا جماعة. هفضل اتكلم على التهوية يا جماعة لحد لما تقتنعوا ان التهوية دي عامل مهم جدا من اهم العوامل اللي تنجح معاكم دورة التسمين بتاعتكم. طيب النهارده اليوم ال 17 طبعا لو متابعين معانا هتبقوا عارفين ان احنا خلاص غيرنا العلف اهو ل 21، خلاص رفعنا ال 23 تماما، حطينا مضاد سموم. طبعا مهم جدا يا جماعه ان احنا نشتغل بمضاد السموم. اخواتنا اللي سالونا على النوع اللي احنا بنستخدمه اسمه انتيدوت يا جماعه، ولكن ممكن تجيبوا اي نوع تاني، مش لازم النوع ده، ولكن انا بقول لكم على اسمه لانه انتوا بتسالونا. طيب النهارده بقى هنعمل ايه؟ النهارده حاطين غسيل كلوي في الميه اهو يا جماعه. انا طبعا ماشية مع الكتاكيت كده زي ما انتم شايفين في المكان. ليه بحرك الكتاكيت يا جماعة من مكانها؟ من وقت للتاني كده لازم تتحركوا في المكان وتحركوا الكتاكيت. ليه؟ علشان يا جماعة تتحرك، ما تفضلش قاعدة في مكانها تسخن المكان. طبعا احنا بنشتغل هنا في مكان عادي جدا، ولا فيه شفاطات ولا خلايا تبريد ولا اي حاجة من اي نوع، يعني مش صارفين على المكان ولا ربع جنيه. كل الحكاية مكان فيه لمبة وفيه شباك وباب وفرشة وكتكوت، وعلى كده شكرا بنطلع أوزان ما شاء الله بجد، أتمنى تشوفوها عند حضراتكم. طيب النهاردة حاطين غسيل كلوي هنحطه 3 أيام، مهم جدا غسيل الكلوي يا جماعة من الحاجات المهمة قوي. ليه بنحط غسيل الكلوي؟ الغسيل الكلوي يا جماعة بينظف الكلى بتاعة الكتكوت أو الفراخ بتاعتكم في أي عمر. ليه بننظفها؟ علشان اخواتنا اللي بيقولوا دايما بنلاقي ميه في بطن الكتكوت، بنلاقي زرقان، بنلاقي الحاجات دي كلها يا جماعه بتكون يعني لا قدر الله اللي فيه فشل في الكلى، سبحان الله كده زي البني ادمين. فلازم ان انتم من وقت للتاني تنزلوا جرعه غسيل كلوي علشان تفضل الكتاكيت بتاعتكم تحول وتبقى كويسه معاكم لنهايه الدوره. طيب المشاكل اللي بتيجي في الكلى يا سمر بتيجي منين اصلا واحنا ما عملناش حاجه تخلي الكلى تبوظ؟ بص يا جماعه، الادويه اللي احنا بنحطها، المضادات الحيويه اللي بنستقبل عليها، مضادات السموم، الحاجات اللي بتبقى في الاعلاف، كل الحاجات دي كفيله ان هي تبوظ الكلى بتاعه الكتكوت. كمان الكتمه برضو بتعمل اجهاد على القلب بتاع الكتكوت، وبتعمل اجهاد برضو على الكلى وعلى الصحه العامه للكتكوت. فلازم نشتغل جرعه غسيل كلوي يا جماعه
جماعه حاجه من الحاجات المهمه قوي والاساسيه في دوره التسمين بتاعتكم، خاصه في الاعداد الكبيره. طيب تعالوا كده اوريكم النوع اللي احنا بنستخدمه. طبعا يا جماعه ده مش دعايه للانواع اللي احنا بنستخدمها ولا اي حاجه، ولكن انا عارفه ان الاسئله دي دايما بتجيلنا، ايه الانواع اللي انت بتستخدميها يا سمر؟ بصوا يا جماعه هو ده النوع اللي احنا بنستخدمه اهو، ممكن تاخدوه سكرين شوت. طبعا مش لازم ابدا تجيبوا الليترات يا جماعه، احنا بنجيب الليترات ليه؟ علشان احنا عندنا كميات، ولكن انت ممكن تروح عند البيطري تقول له والله انا محتاج غسيل كلوي حاجه تكون نظيفه، يدي لك نوع كويس. طبعا كل حاجه بسعرها يا جماعه. خلي بالكم كمان الادويه برده فيها حاجات شعبي ولا بتعمل اي حاجه ولا ليها اي لازمه. طيب يا سمر هو انا عشان مثلا اربي 20 كتكوت 30 كتكوت 100 كتكوت لازم ان انا اجيب لترات؟ لا يا جماعه خالص، انت بس كل الحكايه بتتعامل مع دكتور بيكون بيخاف ربنا، بيخاف ربنا في شغله على مالك، بيخاف عليك كعميل، بيخاف برضو على يعني اسمه وسمعته، فبيشتغل بادويه كويسه. مش المهم ان هو بيجيب ادويه دعايه لشركات وحاجات كده تحت بير السلم، مفيش داعي ان احنا نتكلم عليها. فخلي بالكم ان الادويه من الحاجات المهمه جدا وبتصرف عليكم يا جماعه مصاريف كتير جدا ملهاش اي لازمه لو اشتغلتوا بادويه مضروبه. ليه بقول كده؟ لان في فعلا في السوق ادويه مضروبه ملهاش اي لازمه يا جماعه والله، زيها زي الميه البيضاء اللي انتوا بتحطوها. فاهتموا جدا ان انتوا تشتغلوا مع دكتور يكون بيخاف ربنا، اهتموا جدا ان انتوا تشتغلوا بطريقه صحيحه. طولت عليكم النهارده، ولكن يلا بينا بقى ناخد يعني متوسط عام كده على الكتاكيت بتاعتنا ونشوفها في اليوم ال 17 عامله ازاي. يلا بينا، حطوا لايكات كتير للفيديو وشيروا الحلقه علشان الغير يستفيد، وتعالوا بينا ناخد متوسط وزن على الكتاكيت. الميزان صفر اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. هناخد بقى اي كتكوت. طبعا احنا لما بنيجي نوزن يا جماعه ولا بناخد الكبير ولا بناخد الصغير، احنا بناخد كده اي حاجه من المكان طبعا علشان بس نعرف احنا ماشيين صح والتحويل معانا شغال ولا لا. طبعا احنا غيرنا العلف ومهم قوي ان التحويل معانا يرفع. طيب تعالوا بقى كده ناخد اي حاجه من المكان، قول بسم الله ما شاء الله 835 جرام. هناخد حاجه كمان برضو 940 جرام او 935 جرام ما شاء الله يا جماعه. هنشيل ده وناخد واحد كمان برضو 5 جرام يا جماعه زي ما انتم شايفين. عاوزه بس من قريب كده اوريكم شكل الكتكوت. بصوا يا جماعه في عمر ال 17 يوم الكتكوت اهو. اخواتنا اللي بيقولوا لي يا سمر انت عندك فرز ديوك، يا جماعه احنا مش عندنا فرز ديوك. بصوا معايا كده كل اللي مقفل الريش ده كلها فراخ يا جماعه، دي مش فرز ديوك. زي ما انتم شايفين كده فيها البرابر وفيها الديوك طبعا، ولكن هي برضو فيها نسبه كبيره من الديوك. لكن ما شاء الله لو اشتغلتوا بشكل صحيح هتلاقوا الاوزان دي سواء بقى في الديوك سواء في البرابر مش مهم، ولكن هو فعلا الديوك بتدي اوزان اعلى. عاوز اقول لكم على حاجه كمان، طبعا انتوا لو متابعين معانا من بدايه الدوره هتبقوا عارفين ان انا هنا في العدد الصغير ده بجرب نوع علف جديد، والحقيقه لحد دلوقتي انا مش شايفه ان هو افضل من النوع اللي انا كنت بستخدمه، ولكن هكمل بيه الدوره وان شاء الله في نهايه الدوره هقول لكم هل هو كويس وممتاز تشتغلوا بيه او لا. طبعا تجربه بالنسبه لي هي اهم حاجه يا جماعه، ما اقدرش اقول لكم على حاجه جربوها وانا ما جربتهاش او ما طبقتهاش عندي زي ما انتم عارفين. فانا الحقيقه في العدد الصغير ده بجرب نوع علف جديد زي ما انتم متابعين معانا، ولكن مش هقدر اقول لكم على اسمه غير لو لقيته كويس. لو لقيته كويس هقول لكم على اسمه، وبرده احتمال لو لقيته مش كويس برده اقول لكم عليه علشان ما تستخدموهوش. طيب دي كانت حلقتنا النهارده، بجد من قلبي بتمنى لكم جميعا التوفيق. شيروا الحلقه علشان الكل يستفيد، اشتغلوا يا جماعه بالشكل اللي احنا بنشتغل بيه. مهم قوي تشتغلوا بغسيل الكلوي يا جماعه، الغسيل الكلوي من الحاجات المهمه ان انتوا تشتغلوا بيها في دوره التسمين بتاعتكم علشان ما تلاقوش ميه في بطن الكتكوت، ما تلاقوش يعني المشاكل اللي بتلاقوها دي كلها، وتلاقوا نافق والحاجات دي كلها احنا في غنى عنها باننا نشتغل بشكل صحيح. دي كانت حلقتنا النهارده، بجد بتمنى لكم التوفيق من قلبي. شكرا ليكم على تعليقاتكم الجميله، شكرا ليكم على ثقتكم الغاليه، تحياتي للجميع. لو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بألف صحه وخير.